تاخذيني توفيني. مين؟ عم بيضرب يا معلم. يوسف شو هيدا؟ لهوسك لقاحة؟ تاخذيني موزيل هند عم جرب معه التعبير اللي قلتي عنه حضرتك الحقيقي. وانا حجرب التعبير الحقيقي وطلعك بلا راس. يا مامي جن بقى. صبحك بالخير حضرت المعلم. وانت يا جان مش حتعرف تبطل لي هالخصلة وتجي على دوامك؟ انا كنت عامل حسابي رح تسأليني لهالسبب انت عملت حسابي وجبت لك هالورقة معك. شو هيدا؟ رابور حكيم؟ لا من مرتك. شو ما مكتوب عليها شيء؟ كيف بدها تكتب لك عليها شيء اذا هي ما بتعرف لا تقرا ولا تكتب؟ ولشو معذبة حالها هالقد ومعذبتك معها تحمل هالورقة من البيت للمدرسة؟ لك حملة تقيل كتير كجان هيدا. شو بيك عم تبكي؟ جان شو بيك عم تبكي؟ قال مأسوفة العمر تركتني امبارح وراحت عبيت أهلا. تركتك؟ بيني وبينك يعني هي كان لازم تخبر كيف من زمان. وانت عم بتقولي هيك يا متموزيل هند؟ الله يرحمك يا بي كان يقول لي دايما انتبه من الستات ما عندن امان. ما كنت صدق لليوم. اليوم صدقت؟ صدقت من بعد ما شفتك وقفتي معي بدل ما توقفي معي وتساعديني. لك يا جان انا بساعدك، انا بساعدك انه تفهم انه هون مدرسه، مشاكلكم العائليه بتحلوها بالبيوت، انما هون مدرسه يعني للدرس وبس. الله يسامحك. الله يسامح اهلك اللي جنوا عليك وجوزوك قبل ما يتاكدوا اذا بتصلح رجال بيت ولا لا. ليش انا ما بصلح؟ يعني برايي انا لا ما بتصلح. ليش ايش ناقصنا؟ يعني ناقصك الفهم وناقصك الذكاء وناقصك الادراك. انت هون ساعه ما بتنحمي. قال معطره مرتك بدها حملك 24 ساعه مع جدتك. انا قبل الجواز ما كنت جذبه. وشو اللي جذبك بعدين؟ تصرفاتي. من يوم اللي تجوزنا عرفتني على جاره وقالت لي انه وقت اللي كانوا صغار كانوا يلعبوا مع بعضهم وصيهم لحد اليوم بيلعبوا مع بعض. الحق عليك. الحق علي بشو؟ اذا الكوى اللي عندنا بالمنطقه بينطرني تاجي على المدرسه تيروح يجيب البدله ويكويه. يو طب شو فيها هيدا منه مصيبه؟ لك المصيبة انه ما عندي بدل غير اللي لابسها. اه طب ليه ما بتسألها شو جاي يعمل الكوة هون؟ وحياة عيونك سألتها. ايه شو قالت لك؟ قال بيجي يعلمها كيف بدها تغسلها حتى يعرف بعدين كيف بده يكويها. بالله عليك شو معطر؟ شفت انك مش خارج تتجوز. المصور المصور اللي عنا بالحي ما بتفقس كاميرته الا ما يشوفه. والهيدي ما فيها شيء يعني كل النسوان بتحب تتصور. لك هيدا اللي مجننا من يوم اللي صورها ما عاد فيها تتصورنا. طيب طول بالك هلا يعني كل شيء له حل. طول بالك جان. او لك بترجع؟ يعني بترجع اذا انت تغيرت وحسيت انه في رجال حدا قادر يحميها. لكن ما رح ترجع. هلا بسيطة بسيطة، هلا كل شيء له حل بهالدنيا يا جماعة. روح وقف على اللوح تشوف الفروضة تبعون الأصحاب. على اللوح. الأرنب والهر. لك شو عم تعمل؟ عم تعمل يوغا؟ ما قلت لي توقف على اللوح. أخوات كان مين بيعرف منكم أخوات كان؟ أنا أستاذ. قوليهم مش اللي بتغني يا شادية. لك يا بنتي شو خص شادية بأخوات كان؟ شو خصها؟ شو ذنبي أنا؟ ما هي اللي غنتها وهي بتعرف عماتها وخالتها وكل عيلتها كان. عادي يا محلو عادي. ليش أنا وقفت بالأول؟ هلا لما جاوبتيني ما كنتي واقفه؟ لا قاعده. هيدا قله احترام. لمن عاده الاستاذ بيسال الطالب الطالب بيوقف وبعدين بس يقول له الاستاذ اقعد الطالب بيقعد. بس استاذ انا ما فيي اوقف. ليه مكسرين اجريكي؟
لا شو شايف بطني لحلقات؟ مصارك ثلاث سنين منفوخة محلك تولدي؟ شو خصني أنا إذا الحكيم عم بكذب علي وأنا عم بكذب على الناس؟ لك اسكتي قطيعة شو بتحكي أكثر من الإذاعات الخاصة. أنا؟ إيه أنت؟ بعدين زملائك الطلاب أهله ربوهم بالشبر والندر ليبعتون على المدرسة حتى يتعلموا مش حتى يشموا الهوا مثلك. طب ولا عم تعيط علي؟ لأنه بسألك عن أخوات كان بدل ما تقولي لي بعرفهم بتقولي لي شادية بتعرفهم. شو خصني أنا إذا شادية تعرفت على كان وعيلتها قبل مني؟ أنا ما شفت أغبى من هيك بالعالم. ولك يا بنتي فهميها، أخوات كان هني كان ما زال ما برح ما فتئ ما انفك ما خص ما خص ما خص ما خص من أخوات كان يا أبو عبد. نعم أستاذ، هيدي من أخوات كان بس من أبتينا. نبتني؟ نعم. خلص ما بقى ولا واحد منكم حدا يحكي، واللي بشرفي إذا حدا بيحكي حكسر سنينه، وأنا بطلت أعلم. كيف بدنا نتعلم؟ ما في علم، ممنوع العلم. ها أستاذ ممنوع العلم. أستاذ نعم تسمح لي؟ شو بدك؟ بدي أسألك سؤال علمي. ولا سؤال أدبي ولا كلمة، خلص ما بتحكي ولا حرف، خلص سكوت. خلص وأنت سكوت كمان. ساكت. شو ساكت؟ خلص سكوت، ما تقول ساكت. ما ساكت كمان بدي اسكت. لك ما تقول ما بدي اسكت، ما تحكي، خلص سكوت. خلص وانت سكت، وانت سكوت، وانت سكوت كمان. انا ساكت. سكوت ولا حرف. اي 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 عم حد. شو هذا؟ اللي بتسكتوا ليك وبتحكي هون؟ من بكره كل واحد منكم بيجيب ولي امره وبيجي. باردون، كيف دور ولي امره؟ الله يطولك يا روح، يعني المنه امه بيو فبيو. وانا يا حسره منين بدي اجيبهم؟ وصار لي 40 سنة يتيم. لك 40 سنة يتيم؟ طب وهي 40 سنة مين مسؤول عنها؟ مرتي. بتجيب مرتك؟ ما بقدر. ليه؟ لانه اذا عرفت انه انا ما عم بدرس درسي ما بتنيمني بالبيت. ساعتها بتستاهل. وانت استاذ يوسف؟ باردون دموازيل هند، انا ما بفتكر المامي فيها تيجي معي دمان. ليه من غير الشرف؟ باركو حبيبتي، عبكرة في عندها معزومي على فنجان كافيه اولي سون سكر عند جارتنا. والساعة 10 عندها موعد مع الكوافور تيصلح ما افسد الزمان. الساعة 11 مدموزيل في عازم جروب على لعبة ال14. والساعة 12 عندها موعد مع الخياطة. وبعدين لازم تروح تتغدى، وبعد الغدا لازم تنام حتى تعمل السياس، مش هيك؟ بياسو اكزاكتومون مدموزيل، كأنك عندنا دون نوتر ميزون. كيف عرفتي؟ دخلة؟ وبيك شو عامل بكل هالحفلة؟ ليما معك خبر؟ لا. هلا عم تغنوه ما معك خبر؟ شو بضرب الرمل؟ ما معي خبر. ما معك خبر؟ ما الباب يطافش من 10 سنين من البيت. بخفكوا حبيبتي، فتش بالأجندة، فتش بالأجندة، ما لقى موعد يقدر يحكي كلمتين مفيدين مع المامي إلا بعد سنتين. ودي دخلك مين بيعلمك؟ ياي جارتنا. بس شو جارة مدموزيل بتشبه حضرتي؟ عم قلك فظاعة، بس غايتها تضرب هي علمها قدك. شو يعني؟ ما بتعرف تقرا وتكتب؟ كغاتي تنتفى ثقافتها فرنسوية، بتعلم نتيجاية عخيرة الله، مرة بتزبط ومرة ما بتزبط. على العموم أنا حابة أنبهكم شغلة، قربت الامتحانات واللي ما حيلحق حاله هلا رح يضل هون، ما حيطلع صاف. طنط؟ ني بابور حبيبتي، أنا مسوقر حالي وضامن نجاحي أنكور. دخلك يا طنط، كيف ضامن نجاحك؟ أنتغنو بابي عامل حساب وعنده موقف من الأنك الظريفة بيخليها تنجحني وهي مبسوطة. طيب إيه إذا ما مسحت القمحة عن بوز فرد أبوك ما تكون أنا ظريفة. نعم
سمعت